بسم الله. حكينا المحاضرة أو الفيديو اللي قبل، بضل أحكي محاضرة بالـ risk identification، وهلأ رح نكمل في الـ risk analysis. الـ risk analysis هو إحنا بعد ما حددنا شو هي الـ risks أو الـ potential risks اللي ممكن تأثر على شركتي والـ challenges والـ opportunities، وعملنا الـ list اللي قلنا عنها اللي حنحددها، نبلش نحللها، نحلل هاي الـ risks الـ potential risks على شركتي. يعني رح نمسك مثلاً الـ IT risks، رح نبلش نشوف assessment إلها قديش ممكن تأثر علي، كيف ممكن تأثر علي، يعني الـ impact تاعها لوين رح يوصل، قديش درجة الخسائر اللي رح تصير من وراء هدول الـ risks وما إلى ذلك. يعني كل هذا بتلخص في إشي اسمه الـ risk matrix. الـ risk matrix هي أكتر tool powerful بتساعدنا في تحليل الـ risks وشو الامباكت اللي عليها. يعني احنا بنشوف الريسك كنوع، مثلا عندي 5 انواع ريسك، بشوف ايش امتدادهم، لوين بيأثروا علي وكيف بيأثروا علي، ببلش احلل. ساعتها بعرف شو اكتر اشي بيأثر على شركتي وشو بيضرني اكتر اشي من هذا التحليل، وشو اقل اشي بيأثر علي، وبالتالي برتبهم حسب اولويات معينة للتعامل معهم. طبعا احنا لما بنبلش في الريسك اناليسيس بنبلش في شيء اسمه انهيرت ريسك. الانهيرت ريسك اللي هي اصلا بنعرف فيها، اصلا بنواجهها وبتاثر واحتماليه تاثيرها علينا موجوده وبالحسبان وعارفينها، وبنحاول نعملها مانجينج ونحاول نعملها اناليسيس. هدول بيكونوا موجودين قبل الانترنال كنترولز انها تكون امبلمنتد تو ذا مانج to the risk management، يعني قبل ما تكون، يعني خلاص هم موجودين بطبيعة الحال، ما يعني ما رح يتغيروا، رح يضلوا موجودين زي أي، زي مثلا تراكب التكنولوجيا، إنه بضل تتطور التكنولوجيا وإحنا لازم نواكبها. فهذا الإشي خلاص موجود وإحنا كل سنة أصلا بنواجهه وبنعمل assessment لهاي المخاطر الموجودة. هلا في شيء ثاني اسمه تايب ثاني، يعني هما تو ستيب ابروتش تو اسيسينج ذا ريسك، يعني هما تو ستيبس. اول شيء الانهيرت ريسك، الثاني ريسيدوال ريسك. ريسيدوال ريسك اللي هو بحكي لك باقي الريسكس، يعني انا اول شيء حللت وعملت اسيسمنت للريسكس اللي اصلا انا بتعامل معها، ثاني شيء باقي الريسكس اللي ضلت في الليست تاعتنا. يعني احنا بنمشي على الليست تاعتنا من خلال نقسمهم انهيرت وريسيدوال وبنتعامل معهم بهاي الطريقه. الفوكس تاعها اللي يعني agency could focus on the residual risk، ليش؟ لأنه إحنا فعلياً هدوكا أصلاً كل سنة بنحللهم، أصلاً كل سنة بنعملهم. هدول after action، يعني إحنا بعد ما نعمل assessment وبعد ما نعمل treatment للinherent risk بضل عنا هدول الريسك، فبنصير الفوكس عليهم لأنهم هم فعلياً جداد إجوا عنا وعملوا تأثير وإمباكت وهاي الشغلات، فإحنا يعني نتعامل معهم بفوكس أكبر. تمام؟ The agency could use critical judgments to determine the level of analysis that is required based on the appropriate and reasonable. إيش يعني؟ يعني إنه إحنا بنعمل critical judgment، لازم يكون الجادجمنت تاعنا كتير دقيق وكتير، هون بنحكي critical دقيق، شو بنحكي؟ دقيق كتير. ليه؟ لأنه إذا ما كانت الدقة عالية ممكن نحط إشي بهاي priority وهو يكون فعلياً مش هالهاي priority، مش هالإمباكت العالي. فلازم الكريتيكال جادجمنت يكون معانا، ونحاول أكتر من حدا كمان، مش إحنا قلنا بكل خطوة بنعمل communication و consultation و review، لازم أكتر من حدا يشوف ويعطينا وجهة نظره في والجادجمنت تاعه في هذه التقييمات اللي إحنا بنعملها من خلال الريسك ماتريكس، عشان ما يكون هذا حكم الشخصي. زي ما قلت لكم قبل، كل واحد بنظره الريسك عن ريسك بتختلف. يعني في ناس بحطوا قبل ريسك المرض وريسك هذا قبل مثلا ريسك الفقدان، وفي ناس بيعملوا العكس. ففعليا من حدا لحدا بتختلف هاي الأشياء، فلازم critical judgment وكمان أكتر من view لهاي الاسسمنت، مش بس حدا من وجهة نظر واحدة تعمل هاي الاسسمنت وهاي الاناليسيس. واغلب الشركات بتعتبر الريسك اناليسيس بروسيس ستريت فورورد،
يعني هي فعليا ستريت فورورد، لانكم انتم بتمسكوا الليست اللي عرفناها في الريسك ايدنتيفيكيشن، بتقسموها لانهيرت وريسيدوال ريسك، وتبلشوا اسسمنت وتحليل فيها، وبتعطوا اوزان وما اوزان وما الى ذلك في التقييمات. ففعليا هي شرحة بسيطة لكنها أكثر إشي أكيد بدها شغل، لأنه التحليل مش إشي سهل، لازم استشارات ولازم هذا عشان نوصل للتحليل الصح اللي يعطي الأوزان الصح. في حاطة صورة هون example على الـ two step approach، إنه هون risks وقسموهم inherent residual، وحاطين likelihood، يعني عاملين جدولين والتنين likelihood والrisk يعني نفس الإشي، لكن إنه قسموهم residual وinherent، وبعديها الأوزان بتبين أو التقييمات بتبين في الريسك ماتريكس على أساس مين يكون الهاي برايورتي ومين يكون اللو برايورتي. وهيك بنكون خلصنا الريسك أناليسيس. بس رح أعمل ستوب للريكوردينج.